السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم متابعين قناة روزلاند؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة ان شاء الله. النهاردة بإذن الله راجع لكم بفيديو جديد هيعجبكم ان شاء الله، وهيعجب كل ست بيت شاطرة بتحب تجدد في مطبخها وفي النيش بتاعها، وكمان كل عروسة طبعا بتجهز ومحتاجة تشكيلة حلوة جدا من الكاسات الجميلة دي. جايبة لكم طبعا تشكيل الكاسات، موجود من اول المصري خالص لحد التركي، كل حاجه ان شاء الله موجوده وباسعار حلوه جدا مش هتلاقوها غير عندنا بس في روزلاند. نبدا نشوف الكاسات بتاعتنا، بس قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا وننزل نشوف الكاسات، ننزل دلوقتي تحت نعمل سبسكرايب ونفعل الجرس عشان يوصل لنا كل جديد من روزلاند، وما ننساش طبعا نعمل لايك للفيديو. يلا يا بنات ننزل نشوف الكاسات بتاعتنا. وهنبتدي طبعا بأول طقم معانا، زي ما انتوا شايفين الطقم كل واحد من لون، تمام؟ زي ما انتوا شايفين كده الكاس طويل اهوت، شكله حلو جدا. معانا اللون ده الموف، وفي خطين ذهبي كده مع اللون ده، بيدي حلو جدا والميه بتاعته جميله. وده سعره بس موجود عندنا في روزلاند ب 125 جنيه. انا ان شاء الله في اول الفيديو ده كده في حاجات هقول اسعارها عشان فاكراها، وفي حاجات مش فاكره اسعارها فمش هقولها، تمام؟ يبقى كده معانا اول طقم زي ما قلت لكم اهوت عامل 125 جنيه، موجود عندنا في روزلاند. طبعا كل زي ما قلت لكم كل كاس من لون. نبتدي نشوف الطقم اللي جنبيه. طبعا الحاجات التركي الجميله دي جدا، شايفين شكلها حلو ازاي؟ شايفين منظر الكاس؟ الكاس كده مقفول كده من فوق، والقعده بتاعته جميله جدا، شايفين جماله حلو قوي. الرسومات بتاعته حفر، يعني لو الكاميرا تقرب كده توريكم الرسومات بتاعتها حفر، مش يعني مش رسمه وخلاص بعد تتغسل تتمسح، لا شكلها حلو جدا. وكاس يعني نقي وابن ناس، ما تقلقوش ان شاء الله يعجبكم باذن الله. طبعا الطقم معانا 6 قطع زي ما انتم شايفين. نشوف بقى شكل تاني معانا. طبعا الكاس الريشه ده كل كاس من لون، نازل كل كاس من لون بالشكل ده كده، شكله حلو جدا والوانه كلها جميله. هو كل كاس من لون. معانا طبعا اللبني والاحمر ده والاصفر، وده لبني فاتح شويه، وتقريبا لا هو كل 2 من لون. الكاس الريشه ده كل 2 من لون، تمام؟ شكله حلو جدا وسعره جميل جدا، بس انا والله عظيم ما فاكره سعره. ان شاء الله ما تيجوا في المحل اعمل لكم خصم حلو جدا باذن الله. يلا نخش نشوف بقيه الكاسات. معانا برضو الكاس، معانا ده حاجه طويله اهوت حفر، برضو حفر، والحته الذهبي دي بتديله شكل حلو قوي جدا قوي. معايا هنا كمان شايفين من فوق عامل ازاي، مذهب كده برضو من فوق، كاس شكله حلو ونقي برضو، والميه بتاعته جميله باذن الله هيعجبكم. تعالوا هنا نشوف معانا ايه تاني. معانا برضو الكاس ده الالوان، في ناس بتحب الكاسات اللي هي الالوان دي، جميله سعرها حلو ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يعني تشكيله حلوه تعجبكم باذن الله. معانا برضو الشكل ده، كاس برضو طويل اهوت، موجود فيه الاسترسات دي، الميه بتاعته رايقه وسعره حلو على قده. طبعا احنا واحنا بنرص النيش بيبقى لازم نشكل في الكاسات بتاعتنا، حبه طويل حبه قصير، حبه الكاس مفتوح من فوق قوي، حبه الكاس وشه ضيق من فوق، مع الالوان طبعا الجميله. معايا برضو الكاس ده، الكاس ده نصه كده حفر من فوق والنص التاني لون، شكله جميل، والقعده برضو بتاعته قعده الكاس قويه جدا وحلوه ومتينه، يعني مش الكاس اول ما يقع اول وقع يتكسر يعني على طول، لا بيعيش. معايا برضو ده النبيتي ده برضو قريب من اللي انا وريتلكوا اول واحد، شكله حلو قوي بسم الله ما شاء الله تحفه يعني. تعالوا نشوف بقيه الكاسات اللي معانا. معايا برضو الكاس القمر ده، هو كاس قصير، بصوا عامل ازاي، شايفين شكله حلو قوي 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 يعني، وكاس مفتوح من فوق، الناس بتحب الكاسات المفتوحه دي، وسعره برضو تحفه قوي. معايا برضو شكل تاني من الكاسات ده، ده قصير برضو، شايفين شكل الكاس،
شكل الكاس هو محطوط كده بصراحة نقي جدا، وباين طبعا على الإزاز بتاعه، جودة الإزاز باينة طبعا زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا هنا كمان نشوف الكاس معانا، كاس شكل كاس جديد جدا اللي هو كاس الشفة ده. شايفين شكل الكاس؟ كاس حلو قوي وسعره برضو جميل. معانا برضو تشكيلة تانية من الكاسات، اللون الموفي التحفة ده لون هادي كده، بالطعم برضو بالأبيض، الكاس بالطعم الأبيض وفيه سنة بسيطة ذهبي، يعني شكله حلو قوي. تعالى أوريك واحد. شايفين شكل الكاس؟ ان شاء الله يعني حلو قوي، هيعجبكم ان شاء الله. معايا برضو الكاس ده، شبات المانجا بقى والحركات الجميلة ديت بتبقى حلوة قوي في الشبات اللي زي دي. كاس برضو شكله حلو وازازه حلو. معايا برضو الكاس ده شكل جديد طبعا زي ما انتم شايفين، والقعدة بتاعته لو تلاحظوا ان هي كبيرة شوية، قد فتحة القعدة بتاعته قد فتحة الكاس من فوق، وطبعا حفر زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بقى اوريكم تشكيلة تانية من الكاسات. شايفين بقى الجمال بقى، الحلاوة التركي بالالوان الجميلة، النبتيات التحفة الهادية قوي دي، اللون بتاعه تحفة جدا، صعب نلاقيه، اول ما بنلاقيه يعني والناس بتشم خبر اللي احنا جبناه بيجي ياخدوه. طبعا طبعا زي ما انتوا شايفين الكاس بوهيمي والازاز بتاعه كريستال، خامته حلوة جدا جدا جدا، ده يعتبر أفخم كاس موجود عندنا. تعالوا نشوف برضو تشكيلة تانية. معايا برضو الكاس ده بوهيمي برضو والإزاز بتاعه كريستال، كل اتنين من لون زي ما انتوا شايفين كده، ومطعم برضو بالذهبي، شكله حلو جدا. تعالوا بقى نشوف الكاس التحفة القمر اللي جاي ده برضو. شايفين الجمال؟ والله العظيم الكاميرا ظلماه بس هو في الطبيعه جبار. تعالوا كده نشوف لكم واحد. شايفين من فوق عامل ازاي؟ شايفين فتحه الكاس اصلا؟ ما شاء الله تحفه جدا. معانا برده تشكيله حلوه اهيت. تعالوا معانا كده بصوا بالكاميرا. معايا برده الكاس ده، ده كاس بقى عملي جدا جدا جدا، ده بقى اللي بيتحط في المطبخ ان احنا نصب فيه البيبسي او العصاير او الحاجات اللي زي كده، قصير واحنا شايلينه برده على الصينيه ما يتحركش، والقعده بتاعته حلوه زي ما انتوا شايفين كده، وسعره برده حلو، والازاز بتاعه نقي جدا. معايا برده الشكل ده، اللونين اتنين في بعض، الازاز ابيض خالص مطعم كده بالنبيتي، في حاجه بسيطه ذهبي، حلوه قوي زي ما قلت لكم، 6 قطع وسعره حلو جدا. يلا نشوف بقية الكاسات. شايفين انا جايبه لكم شويه كاسات جباره. شايفين الجمال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ده اسمه كاس شفه، يعني عشان كده من فوق بنفس الحركات دي كده. شايفين شكله عامل ازاي؟ تحفه قوي قوي قوي. طبعا بوهيمي زي ما قلت لكم، موجود منه الطقم بيبقى فيه 3 الوان، كل كاس كل 2 كاس من لون، يعني موجود فيه 2 اسود و2 اخضر و2 احمر، وسعره حلو جدا. معايا برضو الكاس ده بوهيمي برضو، كاس محترم جدا وشكله حلو، هيعجبكم ان شاء الله. يلا تعالوا نشوف التاني ده برضو، كاسات بوهيمي ده كريستال. نركز يا جماعة والنبي علشان الحاجات دي حلوة قوي يعني، وسعرها كمان جميل، وحفر طبعا. شايفين ده الحفر؟ مش لازقة ولا حاجة، كاس منه فيه. تعالوا يلا نكمل بقية الكاسات. ده برضو حفر وبوهيمي، شكله حلو قوي، لونين في بعض وبشفة طبعا. شايفين
شكله حلو جدا وهيعجبكم بإذن الله. طبعا 6 قطع. يلا نشوف الكاس اللي بعديه. ده احنا شفنا زيه هناك، هناك النبيتي ده زيه الاسود. الاسود بتاعه بصراحة تحفة قوي، جبار يعني. ده حلاوة ان انت لما تصب فيه حاجة يبقى نصه فاضي كده ونص مليان. النص يعني مثلا لو صب مانجا النص من هنا باين والنص اللي فوق ده مش باين، فبيبقى شكله حلو قوي. شايفين الكاس شكله حلو ازاي؟ ما شاء الله تحفة، يعجبكم بإذن الله وعلى الطبيعة أحلى. معايا برضو الكاس ده، الألوان بقى اللون البينك ده، وحفر برضو زي ما قلت لكم. الكاسات بتاعتنا يعتبر كلها حفر، مفيش حاجة لازق خالص أو ستيكر أو استرس. الحاجات دي بتبقى أضمن وأجود، تتغسل طبعا وتعيش معاك طول العمر. شكله حلو جدا والأسعار طبعا كويسة جدا. تعالوا يلا نكمل بقية الكاسات. معايا برضو الكاس القصير ده، هو كاس ازاز خالص اهوت، في حاجات بسيطة من الذهبي. شايفين الكاس بيتكلم عن نفسه اصلا، كاس حكاية قوي. شايفين شكل الكاس ما شاء الله تحفة جدا، هيعجبكم باذن الله. والسعر برضو مش هتلاقوه غير عندنا باذن الله. السعر تحفة، مفاجأة يعني باذن الله. تعالوا نخش على اللي بعديه. طبعا كاسات بوهيمي، اللون الموف الفاتح خالص مع حبه رسومات حفر كده، ازاز كريستال زي ما قلت لكم. بس انا باين لكم طبعا يعني هنا كده. اللون تحفه جدا. معانا برضو تشكيله تانية من الكاسات. معانا برضو الكاس ده كل 2 من لون، شكلهم حلو جدا وسعرهم برضو حلو. معايا بقى الكاسات القمر دي، شكله حلو جدا، موجود الوانه، موجود منه كذا موديل وكذا شكل. طبعا كلها حاجات مستوردة ونظيفة. معايا برضو الكاس ده حلو قوي، موجود منه كذا لون، القعدة بتاعته جميلة راسية كده، بتبقى راسية. وده برضو جميل جدا وحفر، ده زي ما قلت لكم ان الفتحة من فوق قد القعدة من تحت، يعني ما تخافيش من ده خالص وانت شايلاه، يبقى حلو جدا. معايا برضو الكاس ده حلو قوي، وكده يكون الفيديو نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوناش بقى بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من روزلاند. يلا تعالوا بقى ناخد نظرة أخيرة كده للكاسات.